طبعا وقفتنا هون مشان اللي عم يصير بالوعر، بنوجه رسالة لفصائلنا الموجودين بالريف الشمالي هون انه شو مستنين، يعني مشان يصير مصير الوعر مثل مصير حمص القديمة؟ مستنين هيك تحركوا، قولوا يا الله واتركوا البرة واتركوا العالم البرة، اتركوها لا تسمعوا كلامها. ثورتنا ماشي نحنا، بس انتوا تحركوا خليكم، وقفوا وقفة رجال مع اهل الوعر، وقفوا وقفة احسن ما تروح الوعر وصير مصيرها مثل مصير حمص القديمة. وانا بقول كل السوار الموجودين هون، كل المجاهدين بكافة الفصائل، ما بدي حدد فصائل، بكافة الفصائل، كل شيء بيقول انا هون طالع في سبيل الله مجاهد، تحركوا، نحن كلياتنا معاكم، نحن كلنا خيفانين، ما لنا خيفانين لا من طيران، وشو عم يسوي الطيران، ولكن راحت البلاد مننا وانتوا قاعدين هون، قولوا يا الله، نحن كلياتنا معاكم.